جامعة أدمورت الحكومية هي جامعة ديناميكية وحديثة تقع في عاصمة أقليم أدمورتيا المتعددة الجنسيات، ويعيش فيها أكثر من 120 جنسية أكثرها من الروس والأدمورت والتتار. جامعة أدمورت الحكومية تقع في مدينة إيجيفسك، وهي مركز اقتصادي وتعليمي وثقافي، ويتم هنا تطوير بناء الآلات والعمل بالمعادن وإنتاج الأسلحة وإنتاج النفط. جامعة أدمورت الحكومية هي الجامعة الرائدة في الجمهورية وفقا للترتيب الوطني للجامعات، وهذه الجامعة هي الوحيدة في الجمهورية التي أدرجت من قبل تصنيف الدولي للمنظمات العلمية في تصنيف مؤسسات سيكماغو، والعديد من سنوات الخبرة في الأنشطة التعليمية والمعلمين المؤهلين تأهيلا عاليا ذات تدريب تنافسي المتخصصين في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والهندسة. حوالي 20,000 طالبا من 35 دولة يدرسون هنا. اليوم جامعة أدمورت الحكومية تعرف بتنمية الناقلات في المجالات مثل الرياضيات والنمذجة الرقمية، الروبوتات، إنتاج النفط وتكريره، ولصناعات تكنولوجية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وعلم البيئة والفيزياء والكيمياء من المواد البيولوجية الجزئية وعلم المناعة وعلم الوراثة أيضا. وتتمثل إحدى المهام الرئيسية للجامعة في دراسات اللغات الفينوغرية والحفاظ عليها، وينفذ الطلاب مشاريعهم البحثية الخاصة بهم ويعرضون نتائجهم في المؤتمرات الروسية والدولية. التعاون مع المنظمات العلمية مثل الشركات الحكومية كشركة روس كوسموس، روس آتم وفرع الأورار التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والشركات الروسية كشركة كوبول، كاماز، الكوند ومصنع كلاشنيكوف وشركة أكسيون وإستاد، وجميع هذه الشركات تتضمن ضمان توظيف لخريجين أدقو. الاتفاقات الثنائية مع الجامعات الشريكة في أوروبا وأمريكا وآسيا، حيث تسمح أدقو للطلاب المشاركة في برنامج التبادل الذي يسمح لهم أن يصبحوا رواجاً متخصصاً سواء كان في روسيا أو في الخارج، وتقدم دورات باللغة الروسية للطلاب الأجانب والمدارس الصيفية للغات الروسية ولغات الأدمورتية. وبالنسبة لهم يعقد أسبوع للتكيف، وينظم برنامج ثقافي وتنظم دورات تدريبية بشأن الاتصال بين الثقافات، وفريق ودود من أبناء الطلبة يساعد الطلاب الجدد الحصول على الراحة في الجامعة وفي المدينة. ويقع الحرم الجامعي في الجزء المركزي من مدينة إيجيفسك، ويشمل 7 مباني أكاديمية ومكتبة علمية حديثة ومجمع رياضي ومطاعم أيضا. الحرم الجامعي يتكون من 5 بنايات سكنية، ويتم تزويد الطلاب بغرف مريحة مزدوجة وثلاثية، وتتاح لهم غرف التدريب الذاتي والمطابخ والمطاعم والمغاسل والقاعات الرياضية. ويوجد في الحرم الجامعي مجمع زينيت الثقافي الرياضي، ومنتزه للتزلج، ومسبح وملعب رياضي أيضا. ويشارك طلاب الجامعة مشاركة نشطة في المناسبات الجامعية كرحلات، مهرجانات، مسابقات ومسابقات رياضية ونوادي أيضا. ويمكن لكل شخص أن يثبت نفسه كمشارك أو منظم. وتسمح الدراسة في جامعة أدمورت الحكومية للطلاب بالحصول على تعليم عالي الجودة وميسور التكلفة وتنافسه. يا بيبي دايو أدمورت.